حيز نخش المنطقه نعمل بوليكا بنت لذينة نعلم على المنطقه كلها. طبعا يا برنس. الواد هشام فوق ولا وقع ولا ايه؟ هشام وانا هشام ايه انت فوق ولا وقعت ولا ايه؟ انا قاعد هنا على الكنبه في الليفنج. تمام. الهو او الهو. يلا يا هشام الهو او. اوعى امسك يا شومه. ده بيموت يا معلم. فاهمين؟ بس 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 امسك نفسك. امسك نفسك. امشي من امشي من طريق. اطلع لك اجيبك ولا ايه؟ تطلع اطلع اجيبك. اثبت يا ما تطلعش انت كمان. لا تتحشر في الشباك هحتاس بيكوا انتوا الاثنين. يا نهار اسود. اوعى اوعى. فاني فاني. السكان الجداد هنا. السلام عليكم. احنا السكان الجداد. هو الراجل اجر لنا الشقه في العجوزه ولا ايه؟ احنا اللي رجعنا مصر. حرك يا عم. اكسكيوز مي نمبر 16 اللي في وش الصيدليه لو سمحت. 16 اللي في وش الصيدليه. هو هو اللي كان على رصيده القهوه دي. هو السلام عليكم. احنا الجيران الجداد. اهي اهي اهي. ماشي ماشي ماشي. ايه يا فهمي الركنه دي يا فهمي؟ بعيد جدا يا معلم عن المدخل. ارجع ورا يا عم عشان نطلع العفش. ماشي ارجعوا بقى. ماشي اخرس. امان. ايه الهبده دي؟ مش عارف ايه الصوت ده. انت موبايلك وقع او حاجه؟ لا تمام في جيبك. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل كبير وعجوز كده ومرمي على الارض. ايه ده؟ فين عياله يعني؟ ايه الجحود ده؟ ما تيجي نشيله يا شيكو. لا يا فهمي مش للدرجه دي يا حبيبي. احنا لسه هنشيل العفش ده كله لغايه فوق. صح. طب بقول لك ايه؟ معاك منديل؟ معايا منديل. اه ليه؟ عشان نشيله على جنب بدل ما حد يدوس عليه. لا يا معلم احنا هنحتاج المناديل دي لان احنا هنعرق جدا واحنا بنشيل دلوقتي العفش. عندك حق. صح؟ يلا بينا. يلا. يعني المفروض انزل العفش لوحدي انا يعني؟ جايين يا عم ما تقرفناش. انا هطلع انا القف من فوق. اه يلا نايم. يلا. شيكو ورا. شيكو انت زفت. ايوه فهمي معلش مش لاقي البلكونه. ارمي الحبل. طيب خد. ماسك عندك كويس؟ اه ماسكه كويس. ايه انا مش عارف اطلع ايه ولا ايه الاول. بقول لك ايه؟ ها آه. انا هشبك لك الميكروباص وانت تفضيه فوق ونزله تاني. مش قادر يا فهمي تعبان جدا يا حبيبي مش قادر. طيب هفك حاجه حاجه بقى. ماشي اسحب. هات يا عم اسحب. ده شمعدان ولا ايه؟ غالبا حاجه بتتحط على السفره. اسحب. خلي بالك الغسيل بتاع الجيران. خافش يا عم ياما عملناها دي. الغسيل بتاع الجيران يا شيكو. استنى يا عم. ايه ده ايه ده ايه ده. خافش يا فهمي. دقرت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه معايا كده عايز اعديها من البلوزه الحمراء. بقول لك ايه؟ يا عم ايه يا سلك. عم مش للدرجه دي. اديله بالخطاف في دماغه. سلك البتاع يا. ايه ده يا سلك الشمع ده يا عم. يا عم ده معلق جلابيه اصلا. ده بيئه احنا ايه اللي قعدنا في العماره البيئه دي يا عم. وانا جلسه ناس مميه طلع. قال ايه يا فهمي؟ هيبلغ البوليس ولا يعمل يبلغ يا عم. سلكها كده بالراحه؟ سألها؟ انا عايز اعديها من البلوزه بس، فاهم؟ ده الهدف ان انا اعديها من البلوزه. يا عم شوفوا ام بوابه ولا بتاع عم يجي يشيل معانا. خلي بالك من دي يا شيكو تقيله. ها يا جدعان حد من الجيران يجي يشيل معايا. حياه امي اللي هيطلب مني ليمونه ما حديها له. الليمونه ما حديها لكم. ده في الخفيف ده. الازاز 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 يا عم ولا يهمك يا عم. خلي بالك عشان لو وقع هيموتنا. يلا عيب يلا عيب يلا. وانا اول مره اسلب. يلا ايه ده الحته دي نظيفه كده ليه؟ مفيش حد ساكن هنا في العماره دي ولا ايه؟ لا استنى نسجل اسامينا عشان شيكو فهم. خلي بالك عشان دي تقيلة شوية. ها ساند كويس؟ اربط في خرشك. ها يا حبيبة قلبي
يا هبة. فرنجة. دول مش محتاجين الخطاف، ها؟ امسك. سوري ما خدتش بالي خالص، معلش. ايه اللمبه؟ عشان ما جت اللعبه. اللمبه ساره ما ينفعش حد طويل يعدي منها، اكيد انت اللي مركبها عشان تعدي لوحدك، صح؟ ما ده طلع مش فيها ده كده. خلاص يا عم، الجيران لبعضيها ما حصلش حاجه. نيبرز فور ايتش اذرز. ديك شهر دي مولاش. ما انتوا عاملين اسانسير تاني ومش منتنين، كنت طلعت فيه. تقعد تبص من السلوكية. ما تلموا من بعض وتعملوا اسانسير يا عم. اطلع سلسفيل اهلك من اول يوم ده. لا ده احنا هننام العماره دي من المغرب. اوكي كده كل حاجه هتتغير لما نيجي. خليك تاني شده كيف انا عزيز. مين دي؟ مين دي؟ مين دي؟ داكس يا نهار اسود. وعامل عليا راجل وهي بتشبشب لك جوه؟ عندكم برضو الرجاله مهزئين؟ خلاص كده ولا ايه؟ خلاص. بقول لك ايه؟ ايه؟ مش قادر اطلع السلم. بص شدني. ها؟ انت عبيط يا فهمي؟ ايه؟ عايز تشطر نفسك يا فهمي؟ علقها في كمر البنطلون. يلا اطلع يا هبل على الاسانسير، اطلع لسه هتركب الدش.